وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ. هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد.